كابتن هاني، البعض بيحاول يقلل من قيمه تواجد النادي الاهلي في المونديال. انت يمكن كان ليك يعني صولات وجولات، ومنهم كاس العالم طبعا لما لعبنا سنه 90. وفاكر قبل ماتش هولندا كانوا بيحاولوا يحبطونا ويقول لك الكمبيوتر مش عارف قال 11-0، مره يقول لك بالظبط بالظبط بالظبط، ونزلنا كسرنا الدنيا، ويمكن هولندا اللي فلتت هزيمه. تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ بص، اي حد بيقول ان النادي الاهلي يعني ان البطوله ديت بيقلل من قيمتها، هو مش قادر يوصل لهذه البطوله، ودايما مش قادر يوصل للحدث. ودايما يا كابتن حضرتك عارف ان احنا عشنا اجواء كاس العالم، ومحدش يتصور هذا الحدث قد ايه مهم وقد ايه قيم الا اللي يتواجد فيه. فاعتقادي الشخصي ان النادي الاهلي يعني على الورق طبعا اكيد النادي الاهلي هو النادي الوحيد، النادي المصري الوحيد اللي وصل لبطوله كاس العالم للانديه، ده شرف كبير جدا. النادي الاهلي تاني اكبر الانديه في خلال المشاركات بعد اوكلاند سيتي، ده كمان بيدي انطباع زي ما الكابتن علاء والكابتن اسامه قالوا ان تواجد النادي الاهلي بقى في كاس العالم شيء طبيعي. هو اكبر الانديه وصولا لهذه البطوله الكبيره. فاخد من سؤال حضرتك تاني، اللي بيقلل من وجود النادي الاهلي في هذا المحفل الكبير هو مش قادر يوصل لهذا المحفل، ومش عارف قيمه المكان اللي رايحه، ومش عارف قيمه هذه البطوله. فوائل البطوله يمكن كان على المستوى الماركتنج، هي على مستوى تسويق شويه، لكن مع تواصل البطوله بشكل اكتر من رائع، اعتقد اهتمام كل الانديه العالميه، ويكفينا ان بطل اوروبا وبطل كاس النسخه السابقه البايرن يعني فيليك قال ان احنا رايحين نلعب وسط افضل انديه العالم وابطال القارات. صحيح. فلما مدرب كبير زي مدرب البايرن بيعظم من هذه البطوله، ما يجيش واحد هنا يعني مع احترامي للجميع يقلل من البطوله ديت. يعني صحيح. احنا بنتكلم على قامات كبيره جدا، بنتكلم على انديه كبيره جدا في مستوى البايرن، وبيحترم الانديه اللي رايحها، وبيقول ان احنا لازم كمان ندرس الانديه بشكل كويس، لان دي من اقوى الانديه على مستوى العالم. فده يديك قيمه للحفله الكبيره او كاس العالم للانديه. صحيح. فكمان مشاركات النادي الاهلي لو جينا لها، وهاخد من كلامك او سؤال للكابتن اسامه، طموحات ايه؟ احنا دايما يا كابتن بنتحط تحت سقف، احنا وصلنا لفين ولازم نوصل للبعض. احنا في 2006 وصلنا للبرونزيه باداء اكتر من رائع، بجيل اكتر من رائع على مستوى الجهاز الفني، على مستوى اللعيبه. فطبيعي جدا الناس هتقول لك طب احنا قبل كده وصلنا خدنا برونزيه، فليه لا نوصل للدور او الدور النهائي، او ناخد يعني يا اما فضيه يا ذهبيه. مع اختلاف الاوضاع، مع اختلاف الظروف، في اجيال مختلفه. صح. في ظروف مختلفه، في فرق كمان مختلفه بتقابلك. فاكيد كل طموحاتنا ان شاء الله ان احنا مركزين في ماتش النهارده. اعتقد ده مهمه الجهاز الفني واللعيبه، ان هم مركزين في مباراه النهارده بشكل كامل، وبناخد الموضوع ستيب باي ستيب. طيب. ان شاء الله ربنا وفقنا النهارده نلعب مباراه عظيمه امام البايرن. ولما نوصل للبايرن انت عارف الكره ما فيهاش مستحيل. مزبوط. ودايما لما وصلنا لماتش هولندا ودايما بنفتكر كان كل الناس بتتكلم ان احنا هنخسر 7 هنخسر 8، لكن انت في وسط المباراه بتحس انك قريب جدا، وان صحيح. انت الاقرب للمباراه. صحيح. وبس احنا ان شاء الله نعدي المباراه ديت، ومباراه البايرن ان شاء الله يبقى ليها كلام تاني يا رب. ان شاء الله.